بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء أظهره وافتقر إلى ما عندك اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به والحق بنبينا عليه السلام اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء أظهره وافتقر إلى ما عندك اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به والحق بنبينا عليه السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم انزل العزيز الرحيم لجد ما أنذر آبا قابلون لقد حققوا على أكثرهم هم لا يؤمنون إنا جعلنا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فأبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه به إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاء المرسلون إذ وصلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزنا بجار فقالهم إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم فذوقوا مصيبون وجاء من قسم المدينة رجل إسحام قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يوقدون إني إذ لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم اسمعون فيدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما
وبعثنا على قومه من بعده من جزء من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أم يروا كما ذكرى قبلهم من القرآن أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيتنا غروب الميتة وحينا وأخذنا منها حبل ما منه يأكلون وجعلنا بها جنات من نخيل وأعناب وارزقنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق أزواج كلها